سحر حلال أسر قلوب وعقول مئات الوافدين من جزائريين وأجانب، وقعوا في عشق مياه عذبة طبيعية مصدرها منبع سيدي رمضان بالقصبة العتيقة. صرح يقع بمحاذاة مطعم تقليدي يحمل تسمية لوغوبيغ، أكولات شعبية وخفيفة تفوح منها روائح زكية، أطباق بتوابل تزيد من سيلان لعاب آكلها. السلام عليكم، هنا راكو في مطعم لوبير في اعالي القصبه في حي سيدي رمضان بالذات. هنا لا سبيشاليتي ساردين، سردين ولي فخيت البوراك لي سالاد دو بيرجين سالاد دو بوفرون، هادو كامل صدر حاجه خفيفه وبنينه. وثاني حاجه تقديمه تاع بكري دولما سردين كي تشوي فيها، هادو باش كيجوزوا لي توريست ولا ياكلوا حاجه خفيفه تمتم ويروحوا، كلشي يجيهم ساهل. وجو نمدوا لي ماج اي بلاصه في الجزائر ماشي غير القصابه، ماذا به بنادم الانسان يمد ليماج تاع الجزائري تاع الصح. هذه هي، وبهذا الشيء هذا يا اللي الناس من بعد تجيك كي يكون لامان، لامان اللي يدي الانسان لكل واحد يديها لكل بلاصه يمشي ما يخافش، باسكو كاين لامان والحمد لله اليوم كاين لامان. ليس مطعما فقط بالأصل، بل لوغوبيغ مكانا للقاء الأحبة والحنين إلى الماضي واستحضار الذكريات من قبل أبناء هذا الحي العتيق التي لا زالت أسيرة أزقته الضيقة، مقصد للفنانين والسياح للتعريف بحضارة وتاريخ قلعة حصينة يفوح منها عبق السنين. تولى على كل حال حطها هنايا والناس تجي كان يتوحس ما حومته 40 سنه ما تلاقاش معاه وكذا، دابور لاسم تسموا الروبير على بمعنى تسمى اللي يحب يشوف حبيب ولا عنده وين هو جاي، ويزون بروفيت بور كو تسمى يوليو يعرفوا المكان هكذا ليو توريستيك. والروبير جا قريب على باسكو سيدي رمضان جامع سيدي رمضان والعين تاع سيدي رمضان، اللي عايشين على الخارج ولا كيجي على بالو وين دوك تسمى عنده وين يروح. بكري كنا نقولوا باب جديد خاوت بوزوران خالت الحاج نور الدين وكذا، دوك نروحوا عند ياسين جيوا حيت كامل من جميع اللي جين نقارديو له سوفينير معاه ما بالفنانين. مكان يعج بالزوار والسياح، فمن دخله أحبه وعشق تصاميمه لموقعه في أعالي البهجة وديكوره العاكس لهوية الجزائر. On est française, on vient visiter Alger et la Casbah et on est venu manger à le repère sur les conseils de notre guide et on a trouvé ça très bon. Les sardines notamment étaient très bonnes, c'était pas trop épicé parce que pour les Français c'est un problème quand c'est trop épicé. Donc voilà, on a passé un très bon moment. De même, donc c'était très bon, avec donc des bons produits, et c'était avec une très belle vue aussi, donc on peut voir la mer et la Casbah aussi, donc très bien, on conseille. مطعم لوغوبيغ بسيدي رمضان مكان أراد منه صاحبه أن يكون جاذبا للسياح ليذيع صيت القصبة العريقة التي تعاني الإهمال.